الحرب كان معانا بيت في حرض، كان معانا مصاريف ومدخل رزق. بس بعد ما جاء الحرب احنا نزحنا الى المدرسة لان ما لقيناش مكان نجلس فيه، ما بلا غير المدرسة. وانا ما كان عاد اقدر ادخل المدرسة، قلت لا عاد يضربوا. لم تتوقف العملية التعليمية سوى أقل من شهر، أعتقد بعد أن تعرضت للقصف. تأثر الطلاب عندما ضربت المدرسة تأثر نفسي ومعنوي بسبب عدم وجود الفصول الكافية لهم، فأصبحنا ندرس تحت الرخاء بين الخيام وتحت ظل الأشجار. أنا أحب المدرسة والدراسة من قلبي، أتمنى أن أحقق حلمي وأتخرج من الجامعة، أتمنى أني أكون طيار.